الأستاذ يعرف أكتر، واللي بعت لنا الخطأ ده ألم الفرن. وهي بتفتح الأوضة بيبان جنبها على الحيطة خيال المصور والكاميرا. قاهر الزمن بيبقى قاعد في المكتبة بيدور في الكتب، والراجل اللي بيدخله القهوة بيقوله إنه سهره معاه. لما بيجي يروح المفروض إن الدنيا ضلمة، بس مش بس بيبان إن في شمس وهم حاطين عليه فلتر عشان يبان إن هو أزرق، لكن كمان نور الشريف اللي هو مفروض ماشي في الضلمة بيبان إن هو ماشي مكشر من الشمس. التوت والنبوت لما الحرفيش بيسمعوا بالخناق اللي عملها عزة العلايلي مع حمدي غيس كلهم بيتلموا من كل حتة وبيجروا على المكان ده. بس في اللقطة دي بيبان خيال الكمبارس ان هم واقفين ومستخبيين، وفجأة بيبتدوا يجروا. داي هارد بروس ويلس بيجي يدور على اسم مراته، فبيدور عليها باسم العيلة بتاعته، فبيكتشف انها غيرت اسمها ورجعت لاسمها قبل الجواز، فبيبتدي يدور في اللاسنين بتاعها هي. لما بيلاقي اسمها وبيجي يعمله سيلكت، الحروف بتاعت الاسم بتتغير. فيلم الاصليين واللي بعت لنا الخطأ ده مصر تي في بتقول له في التليفون رقم البطاقة بتاعته، بتقول له رقم البطاقة 20-30-11-97-0-142. ايوه صح 20-30، يعني هو من مواليد 1903، ولو هنفترض انها قالته من اليمين للشمال فبرضه مش هينفع، ده غير انه 13 رقم مش 14. البدلة والمشهد ده فيه خطأين. الخطأ الأول هو إن في اللقطة دي تامر حسني بيبان إن دقنه محلوقة، ولما بيروحوا البيت بيبان إن دقنه طويلة. واللي بعت لنا الخطأ ده أحمد دودة وزياد تمام. الخطأ التاني واللي بعته لنا هو إن الشنب اللي بيركبه أكرم حسني في العربية علشان يتخفى منهم عشان ميضربوهوش بيبان في اللقطة دي أطول بكتير من الشنب اللي روح بيه البيت. قاهر الزمن واللي بعت لنا الخطأ ده المهاجر ميوزك، وهو بيفتح باب الأوضة الباب بيبقى عليه اليافطة دي، لكن لما بيخش عليهم خالد زكي في نفس الأوضة ما بتبقاش اليافطة دي موجودة على الباب، أصلا الباب نفسه بيبقى مختلف. وأنا وبشوف المشهد اكتشفت إن في خطأ تاني، وهو إن في اللقطة دي بيبان إن في طرقة شمال، لكن اللقطة اللي من جوه الأوضة بيبان إن في حيطة جنب الباب وكمان عليها تابلو بريق عينيجي. واللي بعت لنا الخطأ ده نور الشريف طيار، والطيارة بيحصل لها حادثة وبتقع في المية في الرحلة اللي كانت بين مصر ولندن. الطيارة وقعت لكن طيار المية جرفني بعيد. ما زال بخير والحمد لله وموجود في طوكيو. لقوه في كوريا. طيار المية جرفني بعيد. من البحر المتوسط لكوريا. زمن الجدعان واللي بعتولنا الخطأ ده أحمد عيسى ومحمود أحمد، وهي بتبص على الخبر بتاع حلمي بكر إن هو ابتدى يبقى مشهور وبتاع، بس المشكلة إنه بيبان بوضوح إنهم لازقين صورته على الورقة، حتى ما ركبوهاش وطبعوها من أول جديد، وكمان باين بقية الحاجة اللي هي اتلزقت عليها. الرجل الأبيض المتوسط واللي بعتولنا الخطأ ده بعد ما أحمد آدم بيثبت عزة أبو عوف بيطلع بالعربية بسرعة، فلقطة بيبقى لابس نظارة واللقطة اللي بعدها على طول بيكون علاحة. والخطأ التاني في المشهد ده إنهم لما بيوصلوا للمزلقان والمفروض إن القطر داخل عليهم بسرعة وهيضرب العربية، بيبان ان هو ماشي بسرعة بطيئة وبيوقف كمان. قبل ما اقفل عايز اعتذر لإسلام شعبان، لان هو كمان قال على خطأ سيب ونسيب، وهو ان الولد لبسه اتغير في لحظة واحدة كان كتبه قبل كده ما كنتش شفته، فانا بعتذر له مرة تانية. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو دي اول مرة ليكوا هنا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. شكرا للمشاهدة.